أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يبدأ المرحوم المصنف في إبداء نظره في الكلام المتقدم للمرحوم القمي والمرحوم الخنساري على الله مقامه. ويبدا بمناقشه المرحوم القمي نقرا العبارات ونسير معها خطوه خطوه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وانت خبير بما في هذه الكلمات من النظر يعني كلمات المرحوم القمي صاحب القوانين والمرحوم الخنساري اما ما ذكره الفاضل القمي رحمه الله من حديث التكليف بالمجمل وتاخير البيان عن وقت الحاجه. المرحوم القمي قال لا يعقل ان يكون هناك تكليف بالمجمل، كيف يمكن للمولى الحكيم ان يكلف عباده بامر مجمل ولا يوضحه لهم؟ هذا غير معقول. المرحوم المصنف يعترض على هذه النقطه. اعتراضه اولا من جهه انه ليس اصل الخطاب مجملا الحكيم سبحانه وتعالى لم يامر ولم يكلف بالمجمل كلف بمبين وارسله بهذا الشكل واوصله نبيه صلوات الله وسلامه عليه مبينا ثم ظروف قاهره طارئه الظلمه والطواغيت والجهله ومدعو العلم هم الذين حرفوا وبدلوا وضيعوا هذه الاحكام فليس هناك اساسا تكليف بالمجمل وانما لم يصل الينا ذلك التكليف المبين فهو مجمل عندنا وليس مجملا من اصل التشريع ثم ثانيا انه التكليف بالمجمل احيانا يكون ممكنا وهو في حاله انه ما كان يمكن الاحتياط مع وجود مقتضي مع وجود مصلحه ما في الاجمال لا مانع من ذلك. قال رحمه الله. اما ما ذكره الفاضل القمي من حديث رحمه الله من حديث التكليف بالمجمل وتاخير البيان عن وقت الحاجه فلا دخل له في المقام اذ لا اجمال في الخطاب اصلا. اصل الخطاب بما هو حين التشريع لم يكن مجملا وحين ايصاله من قبل الحجج صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن مجملا وانما طرا الاشتباه في المكلف به عندنا نحن من جهه تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين عندي خطاب صريح ولكن لا ادري هل هذا هو اللي أنا مكلف به هل هذا الخطاب هو الذي صدر أو هذا الخطاب هو الذي صدر أما أنه الذي صدر في الواقع كان مبينا ولكن عندي خطاب عندي مشكلة في تحديد أي منهما هو الذي صدر ما الذي صدر من المولى وإنما طرأ الاشتباه في المكلف به يعني مثل مكلف بصلاة الجمعة أو مكلف بصلاة الظهر في هذه الظروف مكلف بالقاصر أو مكلف بالاتمام مثلا. من جهة تردد ذلك الخطاب المبين الذي صدر مبينا المبين بين أمرين لا أدري أي منهما هو الذي صدر. وإزالة هذا التردد يعني هذا النوع من التردد، هذا القسم من التردد، هذا الفرض وإزالة هذا التردد العارض التردد ليس ذاتيا من البداية كان مبهما وإنما عرض عليه التردد عرض عليه الإبهام من جهة لا أدري أي منهما هو الصادر من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبتين هذه الإزالة غير واجبتين الله سبحانه وتعالى بينه بشكل تام ثم أخفاه الظلمة هنا الله سبحانه وتعالى ترك هذا الأمر على ما هو عليه وشرع الأحكام الظاهرية قال أنه عند الشك افعلوا كذا وكذا وسكوته عن هذا المقدار من الإبهام الطارئ المتأخر هذا ليس قبيحا ورفع هذا الإبهام ليس واجبا وإزالة هذا التردد العارضي من جهة أسباب اختفاء الأحكام هذا إنما جاء بعد البيان، يعني كانت عندنا أحكام مبينة ثم طرأت أسباب سببت وأدت إلى اختفاء الأحكام، هذه الإزالة غير واجبة على الحكيم تعالى حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة، أصلا السكوت عنها ليس قبيحا حتى يقال أنه إخفاء عن وقت الحاجة، لا هو بينه بشكل تام ثم أولئك الذين أخفوه يتحملون المسؤولية بل يجب عند هذا الاختفاء إذا حصل هذا الاختفاء نرجع للقواعد المقررة القواعد إما عمل بالأدلة الظاهرية أو براءة. أو احتياط بل يجب علينا بل يجب عند اختفاء عند هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرره الشارع كلية جعل ضوابط كلية في الوقائع المختفية ماذا نعمل عندنا هو هو أساس الفقه هو مبني على هذا أنه نعمل بالأحكام الظاهرية ثم البراءة أو الاحتياط وإلا إن كان عندنا هذه القواعد وإلا فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط ونحن ندعي أن العقل حاكم بوجوب الاحتياط، لنترك هذه العبارات الآن ونحن ندعي أن العقل حاكم بوجوب الاحتياط، لماذا حكم العقل؟ من أين جاء هذا الحكم العقلي؟ مما تقدم من حجية هذا المقدار من العلم، علم الإجمالي حجة ونحن ندعي أن العقل حاكم بوجوب الاحتياط، لماذا؟ حذرا من ترك الواجب الواقعي المعلوم اجمالا المنجز على المكلف هذا المقدار من العلم يؤدي الى تنجيز الواقع وبالتالي يجب على المكلف الاحتياط في الافراد ولو من باب المقدمه العلميه ليضمن اداء ذلك الواجب وترك جميع الاطراف هنا لا يكون المكلف فيه معذورا وعقابه لا يكون عقابا بلا بيان والى اخر الكلام المتقدم واين ذلك من مساله التكليف بالمجمل وتاخير البيان عن وقت الحاجه ما نحن فيه شيء والتكليف بالمجمل الذي هو قبيح شيء اخر ان شاء الله ياتي في الفقره اللاحقه بيان معنى القبح في وجه التكليف بالمجمل لماذا يكون قبيحا؟ متى يكون قبيحا؟ ومتى لا يكون قبيحا؟ الآن نأتي إلى الفقرة التي تركناها حيث قال ونحن ندعي أن العقل حاكم قال بعد العلم هنا يرتب المقدمات التي على أساسها يحكم العقل بالاحتياط. ما هي المقدمات؟ أولا العلم بعد العلم بالوجوب. أنا عندي علم بالوجوب وهذا العلم حجة. والشك في الواجب لا ادري هل الواجب هو الظهر او الواجب هو الجمعه اما انه عندي وجوب قطعا عندي وجوب احيانا المولى يرخص واحيانا لا يرخص هنا لم يرخص وعدم الدليل بعد العلم بالوجوب هذه خطوه اولى وليس عندي ترخيص وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين تارة الشارع يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ولكن إذا ما قال اذا ما رخص لا يكون عندي دليل على التخيير لا يثبت عندي اجزاء التخير أن التخير مجزي من قال ان التخير مجزي وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين الأخذ بأحد الاحتمالين إما الاحتمال المعين خذ بالاحتمال المعين، هذا الاحتمال المعين ما هي صفته؟ مثلا الحالة السابقة اللي هو كان سابقا على سبيل المثال، أو خذ بما اشتهر بين أصحابك، على سبيل المثال، بالنتيجة يضع مواصفات للفرد المعين، وعدم الدليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين المعين ضمن ضوابط معينه او المخير بحيث يقول لا انت اختر احدهما والاكتفاء به من الواقع اذا لم يثبت عندي من الشارع انه قال عند التردد بين امرين قطعا احدهما واجب خذ بالامر الكذائي خذ بالامر الفلاني ما كان فيه جهه الوجوب ما كان فيه جهه الحرمه خذ به او لا يقول خذ باحدهما مخيرًا هذا ما ثبت فاذن عندي وجوب ما ثبت عندي من الشارع الأخذ بأحدهما معينا ولم يثبت ايضا من الشارع الأخذ بأحدهما مخيرا بناء على تمام تماميه هذه المقدمات يثبت وجوب الاحتياط هذا اعتراض ثم يقول اساسا اي تكليف بالمجمل قبيح مع ان التكليف بالمجمل وتاخير البيان عن وقت العمل يعني وقت الامتثال من المكلف لا دليل على قبحه متى؟ اذا تمكن المكلف من الاطاعه ولو بالاحتياط. المولى يعلم ان هذا التكليف بالمجمل مع انه يعني في الواقع يريد شيئا معينا ولكن صياغه التكليف كانت بحيث لا تؤدي إلى توضيح هذا الأمر المعين، مثلا هو يريد خياطة ثوب بلون معين ولكن صياغته طلبه أمره من هذا المكلف ما كان بهذا الوضوح بحيث يكشف عن مراده بشكل تام إلا أنه يعلم أن المكلف سيؤدي الغرض أن الغرض سيحصل أن الطاعة ستحصل على سبيل المثال هذا المقدار كافي على سبيل المثال لم يكن في السوق في هذه السنه الا قماش ابيض اصلا هو السوق ليس فيه الا قماش ابيض والمولى يريد قماشا ابيض يريد ثوبا ابيض هو قصده الابيض بالخصوص فيقول يطلب ان يخيط له هذا الخياط ثوبا اعمل لي ثوبا خط لي ثوبا من دون أن يبين له لون الثوب وهو يريد الأبيض بالخصوص فهنا الدليل مجمل ليس مبين يريد الأبيض بالخصوص بحيث لا يلبس الأسود يريد الأبيض بالخصوص مع أن الأمر كان أمرا مجملا ولكنه يعلم ان الخياط سيذهب الى السوق وسيشتري اللون الابيض لانه لا يوجد الا اللون الابيض فهنا مع علم المولى بحصول مطلوبه لا قبح في الاجمال او احتمال اخر انه المكلف سيحتاط المجمل الامر يدور بين امرين اما هذا هو المطلوب او هذا هو المطلوب والمكلف سيحتاط. فسيحصل الامتثال ولو بواسطه الاحتياط. هنا قد يكون هناك بعض المصالح تدعو الى ان يكون الخطاب مجملا بهذا الشكل. والامتثال ممكن. فأين القبح هنا؟ إذا يمكن أحيانا أن يكون الخطاب مجملا. ليس باب الإجمال قبيح على إطلاقه. حتى يقال انه كلما كان هناك اجمال فهو قبيح اذا هو محال، اذا ننفي الاجمال مطلقا ليس كذلك ليس الاجمال قاطبه مطلقا دائما في جميع الموارد قبيحا ليس كذلك يمكن ان في بعض الموارد لا يكون قبيحا اذا ليس بالضروره كلما وجدنا احتمال اجمال راسا شطبنا عليه والغيناه بحجة أنه قبيح ليس دائما هكذا نعم أحيانا هكذا أحيانا يقول افعل لي شيئا ابني لي شيئا طبعا هذا بهذا الشكل يكون قبيحا من جهة أنه عدم إمكان الامتثال بحيث يعاقبه بعد ذلك عليه هذه القضية المهمة لما لم تبني لي مدرسة وقد أمرتك أن تبني شيئا وأنت بنيت دارا أو توقفت فأعاقبك على عدم بناء المدرسه، هذا قبيح بهذا المقدار. أما أنه كل إجمال قبيح لا ليس كذلك، يمكن تصور بعض الموارد لا يكون الإجمال قبيحا. قال: مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل، عن وقت الحاجه، عن وقت الامتثال لا دليل على قبحه. إذا تمكن المكلف من الإطاعه، سفي بعض الفروض يتمكن من الإطاعه. واحيانا يتمكن ولو بالاحتياط. ثم قال رحمه الله: واما ما ذكره يعني المرحوم القمي تبعا للمحقق المذكور تبعا للخنساري من تسليم وجوب الاحتياط اذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم به. تقدم منهما رحمهما الله انهما قال بأنه نعم إذا علمنا أن المولى يريد شيئا بعينه وهذا الشيء يمكن امتثاله وإن لم يكن معلوما بعينه ستارة يكون مشروطا بالعلم فهنا أساسا إذا ما كان عندي علم فما راح يتحقق هذا الشيء وأحيانا لا ما مشروط بالعلم فيريده بعينه وهو قابل للتحقق لأنه غير مشروط بالعلم ومن جهة نية القربة أيضا قابل للتحقق فهنا قال بالإحتياط قبل الإحتياط المرحوم المصنف يقول إذن بما أنكم التزمتما بأنه هذا غير مشروط بالعلم فيجب الإحتياط إذن يمكن أن يكون هناك تشريع وليس معلوما تفصيلا فأين القبح وأين النفي الذي ذكرتموه قلتم استحالة تشريع الأمر المجمل ثم قلتم بأنه نعم لو كان بهذا الشكل مجهولا بهذا المقدار ولم يكن مشروطا بالعلم فيجب الاحتياط، يعني هذا موجود التشريع؟ نعم موجود. فعلي في حق المكلف؟ نعم فعلي في حق المكلف. يجب طاعته بالاحتياط؟ نعم يجب طاعته بالاحتياط. هل يعلمه او لا يعلمه؟ لا لا يعلمه، يعني مجمل وحاصل. تقرون بانه يمكن ان يوجد على اجماله، فكيف قلتم انه يقبح؟ التكليف بالمجمل هذا التصوير منكم أو منك رحمك الله أيها القمي على الله مقامه هذا التصوير الذي قبلته أقررت بأنه في مثل هذه الصورة يلزم الاحتياط هي هذه الصورة تكليف بالمجمل فأين القبح وأما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور من تسليم وجوب الاحتياط متى إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع عند الله معين ولكن عندنا مجمل وعلم المكلف به يعني قام الدليل على علم بالوجوب أصل الوجوب لم يعلم تفصيلا به فعلم بوجوبه حال كونه مجملا فيجب الاحتياط يعني التكليف بالمجمل ممكن ففيه إنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لأن يقع مشروطا بالعلم يعني بالعلم التفصيلي ويقع منجزا مع عدم العلم التفصيلي تارة يكون مشروطا بالعلم التفصيلي وتارة لا يكون مشروطا بالعلم التفصيلي هذا الذي لا يكون مشروطا بالعلم التفصيلي يعني مجمل ومنجز ويجب الاحتياط فيه وامتثاله ولو احتياطا اذا يمكن التكليف بالمجمل انه اذا كان التكليف بالشيء قابلا لان يقع مشروطا بالعلم تفصيلا ولان يقع منجزا حتى وان لم يكن معلوما تفصيلا غير مشروط بالعلم به بهذا الشيء, الشيء كان ذلك اعترافا من المرحوم صاحب القوانين بعدم قبح التكليف بالشيء المعين عند المكلف عند المولى سبحانه وتعالى والمجهول عند المكلف اذن انت تعترف بان هذا ممكن معلوم عند الله مأمور به بالخصوص غير مشروط بالعلم التفصيلي وليس معلوما تفصيلا وانما معلوم اجمالا قام الدليل هذا عين التكليف بالمجمل الذي قلت انه قبيح هنا تقول بانه يجب الاحتياط فيه ويجب ابتثاله فلا يكون العلم يعني العلم التفصيلي شرطا عقليا اذا انت تقبل انه في بعض الموارد يمكن ان يكون الشيء غير معلوم تفصيلا ويجب امتثاله ولو احتياطا انت قلت ذلك فلا يكون العلم شرطا عقليا واما اشتراط التكليف به شرعا اذا علمت به اذا علمت بوجوبه وجب عليك هذا محالون فهو غير معقول بالنسبه الى الخطاب الواقعي الخطاب الظاهري قد يقال عندما تعلم به يجب عليك اما ان الخطاب الواقعي بحيث عند التشريع يقول هذا واجب لمن علم بوجوبه هذا غير ممكن فإن الخطاب الواقعية في يوم الجمعة في يوم الجمعة سواء فرض قوله صلي الظهر أو فرض قوله صلي الجمعة نحن ما ندري رب العالمين ماذا قال سبحانه وتعالى بحسب الفرض أنه عندنا شك هل قال قال شيئا واحدا وأوجب شيئا واحدا بالخصوص بعينه لا ندري هل هو صلى الظهر او هل هو صلى الجمعه هذه صلى الظهر لا يعقل ان تكون مشروطه بالعلم بوجوبها لا يعقل ان يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيل اذا علمت به تفصيلا بوجوبه عليك تفصيلا فهو واجب عليك نعم بعد اختفاء هذا الخطاب اللي هو خطاب مطلق يعني ليس مشروطا بالعلم به في الواقع في اصل التشريع نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح أن يرد خطاب آخر مطلق غير ذاك الخطاب الواقعي كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا يقول أنه لا أدري أنا مكلف بشيء ما أدري لا أدري ما هو يقول نعم وإن كان كذلك ولكن افعله وأتي به أو أتي بما فيه ولو كان غير معلوم تفصيله هنا طبعا راح يكون امر مولوي بوجوب الاحتياط، بس هذا امر مولوي او قد يقال بانه امر ارشادي بالنتيجه انه امر من المولى بالاحتياط. كما يصح ان يرد خطاب مشروطون يقول ما دمت تجهل فلا يجب عليك، يصح يعني يمكن في مقام الامكان، لا انه هذا واقع. كما يصح ان يرد خطاب مشروطون وانه هذا هو مضمون الخطاب المشروط وانه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعه ما دام انت جاهل به فلا يجب عليك، خطاب شرعي جديد وليس عقلي يمكن ان يقول ما دمت جاهلا به فهو مرفوع عنك رفع عن امتي ما لا يعلمون هذا على, على مستوى الامكان ولكن المصنف لا يقبل ان ادله البراءه شامله لهذا المورد وان وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا ما دمت لا تعلم به تفصيلا فلا يجب عليك ثم قال رحمه الله ومرجع الاول الى الامر بالاحتياط حيث يقول اعمل بذلك الخطاب هذا الاول ان يرد خطاب مطلق جديد يعني كقوله اعمل بذلك الخطاب ولو كان مجهولا عندك وأتي بما فيه ولو كان غير معلوم هذا النتيجة ما هي يعني احتط ومرجع الأول إلى الأمر بالاحتياط ومرجع الثاني الذي يقول يصح أن يرد خطاب مشروط وأنه هذا تفسير الخطاب المشروط أنه لا يجب عليك هذا مرجع إلى البراءة ومرجع الثاني إلى البراءة ولكن المشكلة أنه براءة عن الكل لان الظهر غير معلومه والجمعه غير معلومه وهذا غير معقول يعني بالنتيجه غير غير واقع من المولى لان هذه البراءه بهذا المقدار تنافي العلم بالتكليف وانه فعلي وانه في ذمتي واني مخاطب به وان هذا المقدار من البيان كافي لاستحقاق العقاب عند المخالفه ومرجع الثاني الى البراءه عن الكون متى ان افاد نفي وجوب الواقع راسا طبعا يعني نفي الواقع ليس بمعنى انه لا يوجد حكم في الواقع احنا فرضنا انه يوجد حكم في الواقع فالمقصود انه ليس منجزا عليه بد هكذا والا نفي الواقع بمعنى نفي ذلك الحكم كل حكم تشك فيه فهو غير موجود هذا ما ما معقول فالمقصود انه ليس منجزا علي نفي وجوب الواقع راسا، وجوبه تنجزه لا انه غير موجود. وهذه البراءة عن الكل ماذا تستلزم؟ المستلزم لجواز المخالفة القطعية، لأنه إذا قال المولى هذا الدليل يستلزم هذا. إذا قال المولى كلما شككت في شيء ولم تعلم به تفصيلا فهو غير واجب عليك فصلاة الظهر أشك فيها لا أعلم بها تفصيلا صلاة الجمعة لا أعلم بها تفصيلا وأشك بها فإذا أنا في حل منهما معا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون المخالفة القطعية وهذا ينافي العلم الإجمالي ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل متى إن أفاد نفي تنجز الواقع وجوب الواقع راسا كلهن كل الامور المشكوكه والمستلزم هذا النفي ماذا يستلزم المستلزم لجواز المخالفه القطعيه والى نفي ما علم اجمالا وهو هذا تفسير للمخالفه القطعيه تفسير تكرار للمطلب بعباره اخرى انه يجوز مخالفته قطعا ينفي وجوبه هذا الذي اعلم بانه موجود ولكن اعلم به اجمالا لا يجب علي يعني مخالفة قطعية نفس الشيء هذا إذا أفاد دليل البراءة ماذا؟ أفاد نفي الوجوب رأسا وإن أفاد هذا الاحتمال الثاني الأمر بالاحتياط ليس فيه إلا احتمال واحد البراءة أو عدم الوجوب نفي الوجوب فيه احتمالان احتمال الأول هو نفي وجوب الواقع رأسا نتيجته أن هذا المعلوم اجمالا ليس بواجب، يعني جواز المخالفة القطعية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وإن أفاد نفي وجوب القطع باتيانه لا يجب الموافقة القطعية وكفاية وكفاية اتيان بعض ما يحتمله، يكفي أن تأتي بالبعض دون البعض الآخر. نتيجته ما هي؟ نتيجته التأخير. فمرجعه إلى جعل البدل للواقع، وإلى البراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه. بالنتيجة يقول لك الموافقة القطعية ليست واجبة. الموافقة القطعية ليست في ذمتك، لست مطالبا بالموافقة القطعية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجب الاحتياط التام. يعني اكتفي بالبعض دون البعض. فإذا أكتفي بالبعض دون البعض النتيجة ما هي يقول إلى ماذا بعبارة أخرى البدلية لا يثبت إلا البدلية يعني افعل واحدا واترك واحدا فمرجعه إلى جعل البدل للواقع بالنتيجة الواقع اللي هو لعله مثلا نفترض صلاة الجمعة المولى عندما يقول لك افعل واحدا واترك واحدا الموافقه القطعيه ليست واجبه يعني بعد في مقام الظاهر ما اراد خصوص صلاه الجمعه ما تؤديه ان اديت الظهر كفى ان اديت الجمعه كفى وهذا المقدار يكفي عن الواقع المطلوب والبراءه عن اتيان الواقع بما هو على ما هو عليه يعني صلاه الجمعه بما هي صلاه الجمعه عندما يقول لي لا يجب عليك الموافقه القطعيه يعني هذا المقدار غير مطلوب ويكتفي بفعل احدهما من المكلف ثم يعترض على الافاده الاولى اللي هي عندما قال ومرجع الثاني يعني نفي وجوب الاحتياط وانه ليس في ذمه المكلف ما دام شاكا ومرجع الثاني الى البراءه عن الكل هنا يعترض عليه ان افاده هنا ان افاده نفي وجوب الواقع راسا هذا ما معقول هنا ما دام الـ 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 الامر والطلب بالفعل فعليا وموجودا ويريده المولى فكيف يمكن ان يرخص فيه لكن دليل البراءه على الوجه الاول يعني نفي وجوب الواقع راسا المستلزم لجواز المخالفه القطعيه هذا الوجه الاول ينافي العلم الاجماليه بالوجوب وانه انا انا عندي واجب فكيف المولى يرخص فيه ما يعقل ذلك المعتبر بنفس ادله البراءه المغيات بالعلم هي اساسا نفس ادله البراءه بالاضافه الى ادله اخرى هي نفس ادله البراءه قالت ما لم يعلموا يعني غايتها العلم فاذا كان معلوما فليس عندي براءه وهذا معلوم فليس فيه براءه كما تقدم بيان يعني هذه المسألة. وأيضا على الوجه الثاني ليس عندي دليل اللي هو يقول لي بالبدلية فليس عندي براءة مطلقا وليس عندي بدلية وما يبقى شيء إلا الاحتياط. وعلى الوجه الثاني غير موجود، يعني ليس عندي دليل يدل على الوجه الثاني غير موجود، منتفي. فيلزم من هذين الامرين اعني وجوب مراعاه العلم الاجمالي وعدم وجود دليل على قيام احد المحتملين مقام المعلوم اجمالا ماذا يلزم؟ ان يحكم العقل بوجوب الاحتياط باعتبار ان هذا مطلوب ولم يرخص فيه الشارع، لا ترخيصا تاما في جميع الاطراف ولا ترخيصا على البدليه، مطلوب لم يرخص فيه، ماذا تكون النتيجه؟ وجوب الاحتياط. اذ لا ثالثه لذينك الامرين ما عندي اما وجوب احتياط واما ترخيص الترخيص اما ترخيص تام واما ترخيص جزئي وليس عندي لا ترخيص تام ولا ترخيص جزئي فماذا يثبت يثبت الاحتياط فلا حاجه الى امر الشارع بالاحتياط اصلا ما نحتاج امر من الشارع بوجوب الاحتياط العقل يقول المولى يريده مني فيجب الاحتياط فيه ولم يرخصني فيه طبعا يريده مني ولم يثبت الترخيص لا ترخيص في جميع الأطراف ولا ترخيص في بعض الأطراف فلا حاجة إلى أمر جديد إلى أمر الشارع بالاحتياط وأيضا ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به يعني هو هذا الاحتياط كيف احتاط يقول ائتي بالواقع أريد الواقع منك كيف أتي بالواقع آتي بالفرديني معا من باب المقدمة العلمية لكي أحقق الواقع وهذا طبعا غير مشروط بالعلم بالعلم به لأنه فعلي في حقي مضافا إلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد بس هو العقل حاكم ومع ذلك عندنا توجيهات بالاحتياط ثم قال رحمه الله وأما ما ذكره من استلزام ذلك الفرض إلى آخره لإسقاط إن شاء الله يأتي مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد